كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي ابتلاء، اختبار وامتحان لنا. هل تنجح في الاختبار أو لا؟ كيف تنجح في الاختبار؟ تنجح في الاختبار بأمرين والله أعلم. الأول، قبل أن تأتي النعمة ماذا تصنع؟ لا تتعلق إلا بالله. هذا الأخ يمشي الآن في الطريق ويرى متاع الدنيا، القصور، السيارات، العمائر، الأموال، في ماذا يفكر في الغالب؟ أكثر الناس يفكر في ماذا؟ يقول لو يتعرف علي الرئيس أو الوزير أو الملياردير التاجر ويقول تعال يا فلان أنت حبيبي خذ من أموالي الذي تريد، صحيح؟ أكثر الناس على هذا. الجنة تطلب من من؟ من الرئيس؟ من الوزير؟ من التاجر؟ الجنة تطلب من من؟ من الله. أنه لا يقدر على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه، هو الذي يملكها. طيب الرزق بيد من؟ بيد الوزير؟ بيد الرئيس؟ بيد التاجر؟ لا، بيد الله. ولهذا الذي يفكر في أكثر الناس هذا تعلق بغير الله، هذا نوعا من الشرك. لا يمكن أن تتعلق إلا بالله. بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام؟ ماذا صنع لنا أهل الخليج؟ ماذا صنع لنا العلماء؟ أخذوا أموالنا. الرزق ليس منهم، الرزق من من؟ من الله. الاختبار الثاني، بعد أن تأتي النعمة ماذا تصنع؟ تشكر هذه النعمة. كيف تشكر النعم؟ باللسان، تتحدث، تقول هذا من فضل ربي. من أين لك هذا اللباس؟ تقول هذا من الله سبحانه وتعالى. الثاني بالقلب، تشكر بالقلب، اعتقاد، تعتقد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. الثالث بالجوارح، تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعمة البصر لا تنظر إلا فيما أباح الله، نعمة المال ينفق في طاعة الله ولا ينفق في معصية الله.